السلام عليكم ورحمة الله. هشام، كان والمتهم بالإرهاب اللي كنت موجود بطريق الصدفة في فوري. كنت في المحل ديالي في فوري، كنعمل الخدمة. المهم كنت كنخدموا في اللوح، كنعدلوا شي مسائل اللوح. المهم قدر الله ما شاء فعل، كانوا شي لوح تقال طاحوا عليا اللواح، وكانت الضربه يعني الضربه شويه شقرف. المهم انا كنت عارف شنو واقع في برا، كانوا تما الشرطه، كانت هنا ملي دخلت انا جبرت ديجا تما كانوا البوليس والروينة يدو نفسونا. المهم انا خايلو دابا انا مع الطيحه مع الفتنه، قلت غنعيط البولانسيا. دونك البولانسيا صايت عاد ما غتجيش في ديك الساعه. دونك كانت عندنا واحد الطونوبير تما في الباركي، عندي اكسي في المحل، هزينا الطونوبير. قلت للدري خير الله يجزيكم بخير، جيبوا الطونوبير واتجهوا بيا للمستشفى. فعلا ديك الشيء اللي كان، هزوا الطونوبير اتجهوا بيا للمستشفى بسرعه. كان كاين جوج البراج ضد الشرطه. البراج الاولي قال لك اسيدي زيد اسيدي زيد زيد زيد، البراج الثاني مسيو قال لك فو ديريجي باغ لا. مشينا بسرعه وصلنا للمستشفى. تقدمت انا المستشفى، شرحت الحاله ديالي، تقدمت بالبطاقه الوطنيه بالبطاقه البلجيكيه ديالي، قلت لهم فوالا انا طحت وهذه تا تا تا. المهم جا الميدسان دو الكارد كونستاتا الحاله، قال لك اسيدي هذه الحاله هذه يرثى لها، خصنا حتى نعيطوا للاخصائي في هذه الحاله. المهم بقيت هايداك، عيطوا للاخصائي في ديك الحاله. طلعت في التسعود، طلعت عملت العمليه. قال لك هاد الحلقة خاصها العملية. المهم طلعنا من العملية في العاشرة وفي الحداش، قال تولو تفطنت. أنا مين فطنت من العملية، جبرت راسي مدور بأربعة المحققين فيدراليين بتهمة الإرهاب أسيدي. قال لك كيفاش وحدة كضرب لي التيست أديان، واحد كيشوف التيست ديال المفرقعات، وأنا كنتسأل ما هذا زعما شنو هاد الشيء هذا. قال لك مسيو يا كاين مشكل. المهم بقيت هايداك ساعة ونص، هبطوني لواحد القسم، يعني لواحد الغرفة، خلوني فيها الغرفة محيط بثلاثة الفيدراليين في لوبيتال هنا في المستشفى في هالنعمة. وانا كنت سائل كنقول لهم الله يجازيكم بخير شنو كاين. المهم جا حتى شي ساعة ونص، عاد جا المسؤول قال لي انتينا متهم بتهمة الارهاب، و vous avez le droit de garder le silence, vous êtes inculpé dans une affaire terroriste. المهم وانا كانت ردت الفعل ديالي ضحكت وشوكو اون ميم طون، قلت لهم كيفاش انا الارهاب واش كتعاود واش كت. قال لك اسيدي سكوت، نسمتهم بالارهاب. قوس قضيت الليل ديالي حتى ل 8 الصباح. من 8 الصباح اتخذوا القرار يهزوني، ما عرفتش شكون عطى الامر ديالو باش يهزني، ما عرفتش انا باقي بالمسكر. جاو هزوني هيداك، كانت واحد نصيبوا عليا واحد الكوفرتير د لوبيتال، واحد باقي عاقل على واحد الهضره واحد الممرضه. قالت لهم هذيك المحقق، قال لها واش هاد السبيطار؟ قالت له نعم السبيطار، ولكن هذه تقدر تردها والاشخاص بحال هادو غير مرغوب فيهم. جا ديك الهضره جادت اثرت فيا، تم القيد ديالي الى 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 السياره بالعكاكز. هيداك كان عرج. لا ما داروليش المينوت. لا المهم جروني في واحد الكرسي، داوني حتى الباركينغ، عملوني في الطونوبير معاملة غير إنسانية، بواحد المعاملة يؤسف لها. قادوني حتى المحفر الشرطة الأخصائي في قضايا الإرهاب. نزلوني، نزلت لاسانسور، بحسن الحظ كانت تما لاسانسور. بقيت كنخلف يعني واحد المسافة 700 المتر ولا 600 المتر من السيارة حتى للزنزانة. سيبوني في الزنزانة بحال الكلب. بقيت تما تقريبا ساعتين وثلاثة ساعات. هاد الشياطين هاد اللي يعني اللي قيدوني يعني ملائكة جهنم. من بعد جازت واحد جوج ساعات ونص، تم فتح باب الزنزانة. جا واحد الجوج حتقول ملائكة الجنة، جا وسيدي قال لك مسيو كالميفو. قال لي كالميفو مسيو، كنتي في واحد الموطع ماشي هو هذاك، في واحد الوقت ماشي مناسب. دابا بحكم القانون البلجيكي وهذا، دابا حنا ضروري نجوزو من الاجراءات القانونيه وهذه باش ندعم البصمات ديالك وهذه وهذه. المهم جوزنا من ديك الشيء، جوزنا من ديك المرحله، وتم الاستنطاق ديالي
وتم الاستنطاق ديالي، وانا يعني تعاملت معهم بواحد الاريحيه وواحد الطيبوبه. يعني الاسئله ديالهم كانت، السؤال اللي كيطرحوه كنجاوب عليهم وما بدهم، كانوا حاسين فهمتي. دونك السؤال اللي كيطرحوه عليا كيجاوبوا عليا. في نهايه المطاف قلت لهم باش نسهلكم الخدمه، نمشيو للمحل وتشوفوا ديك اللواح مطيحين وهذه، باش فعلا سنيت لهم الورقه، عطيتهم مفتاح، مشاو شافوا ديك اللواح مطيحين، شافوا ديك الشيء هو هذاك. صافي الساعة قال لك سيدي سمحوا لنا، وقع الخطأ وكذا، وهذه هادشي اللي كاين. اوكي سي هشام، نعم. اليوم واش غادي، شنو غادي دير؟ واش غادي تتابع الشرطة القضائية أو لا غادي تسمح في حقك؟ لا أنا ما غنسمحش في حقي بطبيعة الحال، ما غنسمحش. هادشي ما يمكنش يجوز مرور الكرام. هادشي يعني انتينا ولا اي واحد ولا اي انسان يجوز بهذا، بس هذا الشيء هذا ما يمكنش، هذا الشيء ما كيتسمعش. الشيء ما كيتسمعش. انا من مواليد تطوان، ولكن انا العائله ديالي انا اما طلعت في الستينات، جدي هنايا في الستينات، عزيزه هنايا في بلجيكا، العائله ديالي كامله في بلجيكا. انا اللي خلقت في المغرب وطلعت هنايا لبلجيكا، وكنخدم كأي مواطن، يعني كنساهموا في العجلة الاقتصاد، وكنخدموا ونخلصوا الضرائب ديالنا، السكينة ديالنا، الخدمة ديالنا، بحال كأي مواطن عادي. وما كان بغيوها الخير في بلجيكا، وانا قلت لهم يعني واذا شي واحد بغى يطرطق انا اللولي في شي حالة ماشي هادي، كان اللولي نعلم. فلهذا الشيء غريب. الله واش كان جبال صراحة انا والله اعلم، ما نعرف فعلا. ظهروا لي التصوير في البحث، ظهروا لي وراوا لي التصاور وكل شيء. التصويره الاوليه اللي وراوا لي صلاح، قالوا لي واش كتعرف هذا السيد؟ وانا بواحد انا ضحكت، قلت له ما لا يعرف هذا السيد، هذا السيد معروف بحال ميسي. ولا سقسي العايس تيتي يقول لك انا كنعرف هذا السيد، هذا يعني السيد معروف يعني. هذا السؤال ما وراو لي سيت تصاور شي مجرمين اخرين. قلت لهم انا ما عندي ما نشوف هاد الناس، وما خصنيش نشوفهم، ما خصنيش نعرفهم، انا بعيد على هاد الناس. هاد انا عارف هاد الناس هاد، وانا بعيد على الحريات. نعم 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 نعم. في يعني في مين كنت انا سبيطار، مشاو للدار في 6 الصباح، دقوا على الزوجه ديالي، دقوا عليها، فتحت لهم الباب، يعني وقيله شي 10 بهم دخلوا، يعني دخلوا، قلت لهم ما تنيضوش العيال. فعلا ما ضيروش العيال، وفتشوا بطريقه يعني، فتشوا هادي. واحد شاف البروفي ديال دي الكلاركيس ديالي، حيت انا كلاريس شاف البروفي، الفيش دو سالير كانت عندي لو 15 نغوصو الفيش دو سالير، عاد شاف الفيش دو سالير، دونك الفيش دو سالير تيروريست بروفي دو كلاريس، دونك يا دي تخي كي فابا. وصافي عملوا الخدمه ديالهم. والزوجه ديالك كانت كبار في هذيك الساعه مع 6 الصباح، كانت كبار، لانك انت راك متهم. لا لا لا، ما كانش في خبر، ما كانش خبر، ما عرفاش، تفاجات، ما كانش في خبر، ما علموها ما والو. وجات مسكينه الزوجه ديالي في 8 في 8 ونص ولا 9 كتسقسي عليا، هذه قصه اخرى نسيت معها انت. عاد قال لك السيدي مشات للاستقبال كتسقسي، قالوا لا لا ما هناش. وهما اتصلوا بالشرطه دهال، اتصلوا هنا بالشرطه دهال، عيطوا لها قالوا لها الزوجه ديال الارهابي جات، عاد اعتقلوا الزوجه ديالي ومشى داوها. داوها بالكود، داو العايل في الفورغون ديال البوليس، قتلوا العايل الصغير، داوهم بالكوتشي في وسط الفورغون، داوها وفتشوها وكذا، وطرحوا معها اسئله ومن بعد طلقوا لها. نعم كابوس، هذا كابوس. الناس هاد الناس ما كيعرفوش يفرقوا بين الصالح والطالح. كلمة ديالك التالية اللي غادي تقول شي حاجة؟ كلمة، أنا ما نسمحش في هاد الشيء هذا، ما نكذبش عليك. أنا هاد الشيء تابع لي فيديو، تابعو، كنتمنى من الرأي العام عاود يتعاونوا معايا، والناس اللي عنده شي يعني اللي عنده شي مهمة واللي شاف هاد الحالة ديالي يتعاونوا معايا، وهادي يتعاونوا معايا، وكنطلبوا من الناس بهاد الحقوقيين يتعاونوا معايا. أنا كتسمى أنا عامل بسيط، وكان فهمتي دونك فوالا، هذا النداء اللي كنوجه اللي عنده شي اختصاص اللي يقدر يتعاون معايا قدر الاستطاعة، يتعاون معايا هادشي اللي كاين. شكرا اخويا هشام، الله يجازيك بخير. امين يا رب العالمين.